بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم ده فيديو سريع عن موضوع جدر القرود أو جدر القردة، مرض ظهر جديد في العالم الأيام دي، فكل الوسائل كل الميديا بتتكلم عنه، عشان كده قريت يعني حب استطلاع أقرأ عنه، فقريت عنه ووصلت فيه لمعلومات حبيت أشاركها مع الجمهور بتاع القناة، على أساس إنه يكونوا برضو إذا عندهم نقص في المعلومات تجاه المرض ده. فالمعلومات اللي استغيتها كلها من منظمة الصحة العالمية وبعض المنظمات العالمية الشغالة في مجال الصحة. فالحوار الفيديو او الداتا دي هتكون عبارة عن سؤال وجواب، يعني سؤال وجواب، لانه يعني اغلب الناس عندها زي الافراسة عن المرض وكيفية انتشاره وكيفية انتقاله وهل في تطعيم في علاج له واثاره شنو واضراره شنو وهل بيؤدي للوفاة لا قدر الله. فهنتكلم عن المواضيع دي. This video it is about the monkeypox disease and the symptoms and the reasons and the virus cause the disease and the protection and healing from the disease. So I will talk about those point in this short video. نبدأ بالاسم جدر القردة أو جدر القرود. monkeypox. The name is monkeypox أو ما يعرف بجدري النسناس. هو مرض نادر ينتج عن الإصابة بفيروس جدر القرود، وهو مرض يشبه مرض الجدري. It is same to the smallpox. Smallpox is famous, so the monkeypox is the same family with the smallpox. بسببه فيروس بيعرف بفيروس فاريولا. فاريولا فيروس، the virus cause the disease called the variola virus. ولكن لا يعد جدر القرود قاتلا كما هو الحال عند الإصابة بالجدري. يعني الجدري العادي نسبة الوفاة فيه بتكون عالية جدا، أما بالنسبة لجدر القرود نسبة الوفاة فيه منخفضة جدا، يعني ما بتتعدى مرحلة الخطورة. فنبدأ الحوار بالأسئلة زي ما قلنا. هل جدري القرود مرض جديد؟ Is the smallpox is a new disease? No. تم اكتشاف مرض جدري القرود monkeypox، وهو مرض فيروسي نادر لأول مرة في عام 1958 بين قرود المختبر في الكونغو، في جمهورية الكونغو in أفريقيا. تم الإبلاغ عن الحالة الأولى لشخص مصاب بالمرض في عام 1970، ومنذ ذلك الحين كان هناك المزيد من التقارير عن إصابة أشخاص بالمرض في غرب ووسط أفريقيا. The first case is in Africa in and also the first found the disease in the laboratory in Congo. Monkey laboratory in Congo in the 1958, and after that the reports come around many people they are infected by the monkeypox. بالإضافة إلى ذلك تم العثور على مرضى مصابين بالمرض خارج أفريقيا كلهم مرتبطين برحلات جوية دولية أو لاستيراد الحيوانات. يعني أغلب المرضى كان عندهم التماس مباشر مع الحيوانات، ده بيودينا لطوالي لأنه المرض كيف بينتقل. In addition, patients with the disease have been found outside Africa all linked to international flights or to the import of animals. They import animals from the Africa or from other places. في أوائل أيار مايو شهر 5 2022 تم الإبلاغ عن حالة إصابة بجدر القرود في بريطانيا في المملكة المتحدة لرجل عائد من نيجيريا.
بعد ذلك تم تلقي بلاغات عن 8 حالات إضافية، دي الحالات الأخيرة اللي انتشرت دي للرجل عايد من نيجيريا، كانت ظهرت في إنجلترا زي ما الناس كانت متابعة في الوسائط. أول ظهور هسه حاليا في السنة 2022 اللي هو شهر 5، 8 أو 9 حالات كلها كانت في بريطانيا، بعد ذلك بدأ تظهر في دول تانية. بغض النظر عن المريض الأول وبدون تاريخ سفر سابق، يعني الحالات التانية دي ما كان عندها علاقة بالمريض الأول أو اتصال مباشر. In early May 2022, a case of monkeypox was reported in Britain in a man returning from Nigeria. Subsequently, 8 additional cases were reported. Regardless of the first patient and without a previous travel history of infection, but a relationship was found between patients, family members, joint contacts. Okay, let's go to the next. اعتبارا من منتصف مايو ايار شهر 5 2022، هناك تقارير من عشرات الحالات التي تم التأكد منها في جميع أنحاء العالم، في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات الأخرى المشتبه بها التي لم يتم التحقق منها بعد. As of mid-May 2022, there are reports of dozens of confirmed cases worldwide in Europe, the United States and Canada. In addition, there are dozens of other suspected cases that have not yet been verified. معظم الناس اللي كانوا مصابين كانت عندهم من الشواذ جنسيا، لكن منظمة الصحة ما أكدت إنه المرض ده متعلق بالشواذ او بالفعل بتاعهم، فعشان كده ما في معلومات مؤكده، مجرد احاديث. The next question، السؤال الثاني، ما الفيروس الذي يسبب المرض؟ What the virus causes the disease؟ الفيروس المسبب للمرض بينتمي الى عائله الفيروسات التي ينتمي اليها فيروس جدري الماء. مرض جدري القرد يشبه في أعراضه مرض جدري الماء، على الرغم من أنه أقل عنفا بكثير. The virus that causes the disease belongs to the family of virus to which the chickenpox virus belongs, and the disease it causes, monkeypox, is similar in symptoms to chickenpox, although much less violent. لم يتم تحديد المصدر أو المخزن الطبيعي لهذا الفيروس بعد بشكل مؤكد، ولكن يعتقد أن القوارض الفئران في أفريقيا قد تحمله وتصيب القرود والبشر. يعني الكون، يعني المقولة إنه جدر القرود الاسم بتاعه هو ما بيجي مباشرة من القرود، لكن الفئران والقوارض هي اللي بتنقله للقرود ومنها لل بشر او للحيوانات التانية، لكن اول الاكتشاف له كان في القرود، عشان كده سموه جدر القرود، لكن ما الاصل فيه هو الجريد، ما الاصل فيه هو القرود. The main reason of the disease not the monkeys. The rats infect the rats and the other animals, they infect the monkey bugs. So the first case it found in the monkeys in the Congo laboratory. As previous we said, so the reason of the or the source of the disease not the monkeys, it come the monkeys infected by other animals, so the first case in the found in the animals, so that's why they call monkey bugs. سؤال التالي، كيف تصاب بجدر القرود؟ How do you get monkey bugs? We will explain that. تحدث العدوى بعد ملامسة حيوان أو شخص أو مادة ملوثة بالفيروس. يدخل الفيروس الجسم عن مجاري التنفس من خلال الأغشية المخاطية، الأنف والفم والعينين، أو من خلال الشعوب غير مرئية في الجلد. The natural receiver of
This virus has not yet been determined with certainty, but it is believed that rodents in Africa, rats in Africa, may carry it and infect monkeys and humans. قد تحدث العدوى من الحيوانات إلى شخص بعد عضة أو خدشة والتعامل مع لحوم الصيد حيوان مصاب وكذلك من خلال الملامسة سواء للجسم أو الجروح المصابة بالفيروس وينتقل من شخص لآخر عن طريق الملامسة ملامسة سواء للجسم وإفرازات أو جروح الشخص المصاب أو حتى أنها قد تكون هناك تلوث باستخدام الفراش الملوث يعني السرير أو المؤاخذة أو المكان يكون موجود فيه المصاب يكون ملوث بالمرض. هناك فرضية لم يتم إثباتها بعد مفادها أنه من الممكن أن تصاب بالعدوى باستخدام قطرات مجهرية مصدرها في مجاري التنفس، الأمر الذي يتطلب تقارب طويل وجها لوجه. دي برضو فرضية للمرض. So the close interaction with who's infected with the disease can you can get the disease, the monkey pox. The next question: ما هي أعراض المرض؟ What are the symptoms of the disease? بعد فترة الحضانة هي مقصود بها فترة التعرض للفيروس وظهور الأعراض تعد من 7 إلى 14 يوم يعني من أسبوع لأسبوعين في المتوسط، وقد تكون هناك ايضا فترة حضانة من 5 إلى 21 يعني من 7 يعني من اسبوع لاسبوعين او 5 إلى 21 يوم لثلاثة اسابيع. ستظهر الاعراض الاولى. الاعراض الاولى عبارة عن شنو؟ حمى، صداع، الام في العضلات، التعب، ومن العلامات الباردة الاخرى تضخم الغدد الليمفاوية. After the incubation period, the period between exposure to the virus and the appearance of the symptoms of 7 to 14 days on average. But there is may also be an incubation period of 5 to 21 days. It means 5 days to 3 weeks. The first symptoms will appear. The symptoms is or are fever, headache, muscles ache, and fatigue. Another notable sign is swollen lymph nodes. The lymph nodes also is swollen. تورم الغدد الليمفاوية. بين يوم وثلاثة أيام بعد الارتفاع الحمى يظهر طفح جلدي مثير للحكة. There is طفح جلدي على الجسم بيخليك تهرش. يبدأ عادة في الوجه بما ذلك تجويف الفم وينتشر من هناك إلى باقي أجزاء الجسم يعني بيبدأ من الوجه والفم بعد ذلك بينتشر لأجزاء الجسم. Between 1 and 3 days after the fever rises and itchy rash appears, it usually begins in the face including the oral cavity and spreads from there to the rest of the body. يظهر الطفح الجلدي في مراحل مبكرة على شكل آفات جلدية ولكن تتطور لاحقا إلى بثور قيحية. في النهاية تتجمد البثور ويتعافى المريض من مرضه. يختلف عدد الآفات بضعة آفات إلى مئات الآفات للطفح الجلدي. The next question: how long does the disease last? إلى متى يستمر المرض؟ يستمر المرض عادة من أسبوعين إلى 4 أسابيع وعادة ما يمر دون علاج. ما يحتاج علاج يعني. الأعراض بتاعته اللي هي المضاعفات بتكون ظاهرة على الجسم لحد من أسبوعين إلى 4 أسابيع يعني لحد من 15 يوم لشهر. بعد ذلك بتبدأ الأعراض تزول. The disease usually lasts to 4 weeks and usually passes without any treatment. The next question: what are the possible complications of the disease? ما هي المضاعفات المحتملة للمرض؟ المضاعفات المحتملة لجدري القرود هي الالتهاب الرئوي، التهاب الدماغ، إصابة قرنية العين، دي مضاعفات طبعا محتملة أو side effect، وعدوى في الدم.
في أفريقيا تم الإبلاغ عن وفيات بنحو 10% في الماضي، نسبة الوفيات وصلت ل 10% في الماضي بين المصابين بالمرض، ولا سيما الأطفال، يعني الأكثر خطورة هم الأطفال. Possible complications of monkeypox are pneumonia and encephalitis and corneal injury and blood infection. In Africa, around 10% death have been reported in the past among people with the disease, especially children. The especially is dangerous for children because their body is very weak. The next question, how do we diagnose the disease? How we can diagnose the disease? كيف يتم تشخيص المرض؟ تشخيص، يتم التشخيص بأخذ عينة من الآفات أو الإفرازات وتحويلها إلى المعمل البيولوجي. بتشال عينة من الإفرازات بتاعت الطفح الجلدي وتتفحص في المعمل. The diagnosis is made by taking a sample of the lesions or exudate and transferring to the biological lab. The next question, how the monkeypox treated? كيف يتم علاج مرض جدري القرود؟ العلاج، كما هو الحال مع العديد من الأمراض الفيروسية الأخرى، فإن جدري القردة ليس له حاليا أي علاج محدد أثبت فعاليته. يعني حاليا ما في علاج محدد. هناك مستحضرات مضادة للفيروسات أثبتت فعاليتها العالية ضد الفيروس في المختبر، ولكن لم يعرف بعد مدى فعاليتها عند إعطاء الأشخاص المصابين بالمرض. يعني ما في علاج اكيد 100%. في مستحضرات مضاده للفيروسات بتستخدم لتخفيف الاعراض. As with many other viral diseases, monkeypox does not currently have any specific treatment proven to be effective. There is our antiviral preparations that have been shown to be highly effective against the virus in vitro, but it is not yet known how effective they are when given to people with the disease. Very thing. The next question, is there a vaccine? هل يوجد لقاح بتاع تطعيم ضد المرض؟ يعني هل يوجد تطعيم ضد المرض؟ يوجد لقاح حي مؤهن فعال للفيروس، يعني بيضعف الفيروس جدري الماء، لفيروس جدري الماء، يعني ما للمونكي باكس مباشرة، ما لجدري القرود، والذي كما ذكرنا ينتمي لنفس عائلة جدري القردة. يعني في لقاح لفيروس آخر بينتمي لنفس الدرجة. أدى هذا اللقاح إلى القضاء على مرض الجدري في العالم في الثمانينات. هذا اللقاح فعال أيضا ضد جدري القرود. There is a live attenuated vaccine is effective against the chickenpox virus. Yes, chickenpox virus is the other virus or cold water pox, which as mentioned belongs to the same family as monkeypox. So that vaccine it effective also is monkeypox, but there is no specific vaccine for the monkeypox. يوفر لقاح الجدري حماية مدى الحياة ضد المرض، لذلك يمكن افتراض أن شخصا بالغ يتراوح عمره بين 40 و50 سنة تم تطعيمه في طفولته ضد الجدري سيكون أيضا محميا من جدري القردة، على الرغم من أن هذا الافتراض لم يتم إثباته بعد. The smallpox vaccine provides lifelong protection against disease, so it can be assumed that an adult 40 to 50 years old who was vaccinated again as a smallpox as a child would also be protected from monkeypox, although this assumption has not yet been proven. Let me tell you about it.
توفي 5 أشخاص على الأقل جراء الإصابة بفيروس جدر القرود. يعني لحد الآن في 5 أشخاص ثبت توفيهم بفيروس جدر القرود، وتم تأكيد أكثر من 15,000 حالة إصابة في جميع أنحاء العالم منذ يوليو تموز وشهر 7/2022 وفقا لمنظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة المرض. يعني التقارير دي أو أصلا أنا التقرير بدعمني على تقرير منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة المرض، هي المهتمة بالموضوع ده حاليا في الإحصاءات. At least 5 people have died from monkeypox and more than 15,000 cases have been confirmed worldwide since July 2022 according to the World Health Organization and the US Centers for Disease Control. And this all about monkeypox. Thank you for listening, and I am happy to share this information with you to be aware about the disease. أنا سعيد لمشاركة هذه المعلومات معاكم في القناة على أساس إنه الناس تكون عندها خلفية عامة عن الموضوع. يعني دي المعلومات دي ما معلومات يعني إن معلومات أقول عليها شنو، معلومات بتاعت مركز بتاع طب أو مركز صحي أو كده، دي معلومات عامة أنا حبيت أشاركها معاكم عشان أي زول يكون عنده خلفية ولو بسيطة عن المرض، عشان ما يكون فيها هلع. نسبة الوفاة بسيطة وأغلب الحالات الأعراض بتزول من غير أي تدخل طبي، فقط بعض المسكنات والمهدئات للأعراض الجانبية. ومع السلامة.